السلام عليكم. في الديريفيشن تبعتنا وصلنا للتالي، انه اف ماينس جي سي بدي يساوي الاي، والاتش بدي يساوي البي. هذا ما ننساهاش عشان مهمه. يعني ايش هنا؟ اف ماينس جي سي بدي يساوي الاي، واللي عندي البي بدها تساوي الايش؟ الاتش. او بعباره ثانيه ممكن اقول اف بدها تساوي A بلس، لما اجيب هذه جي في السي. طيب نيجي نطلع على حاجة تانية للسيستم هذا. يعني السيستم كان عندي بقول كيو اوف كي بلس واحد بدي يساوي اف في كيو اوف كي بلس جي في الواي في كي اللي عندي هان بلس بي يو في الكي يو في يو بي كي هاي بي في اليو اوف كي. كويس هيك. الآن بدي أعوض عن حاجتين. هنا هاي الـ F إيش قلنا بتساوي؟ الـ F بتساوي الـ A بلس جي سي، هاي هادي هاي Q of K بلس جي في السي في الـ X of K بلس هاي هنا عندي البي ضلتها في اليو اوف كي. الان السيستم اللي عندي الاصلي كان عندي ايش؟ اكس اوف كي بلس واحد بدها تساوي اي اكس اوف كي بلس بي يو اوف كي. الان في حاجه بنسميها الايرور. الايرور اي اوف كي بدي يساوي اكس اوف كي ماينس كيو اوف كي. كويس هيك. والاي اوف كي بلس واحد بدها تساوي اكس اوف كي بلس واحد كي بلس واحد ماينس كيو اوف كي بلس واحد. الان لما بدي اجيب الاي اوف كي بلس واحد بدي اقول عندي هاي الاي اوف كي بلس واحد بدها تساوي زي ما قلت الاكس اوف كي بلس واحد ماينس الاي اوف كي بلس واحد، والاكس اوف كي بلس واحد اللي هي عبارة عن ايش؟ عن A هاي X of K plus B U of K. وهذا اللي قلنا عنها إيش؟ عبارة عن X of K plus واحد minus بدي أجيب الإيش اللي عندي هاد. ماينس ايش هادي؟ عبارة عن A بلس جي سي في كيو اوف كي ماينس جي سي اكس اوف كي ماينس بي يو اوف كي. هذه حتروح مع هذه على طول، وهذه قلنا عبارة عن ايش؟ الكيو اوف كي بلس واحد. الان عندي هاي اي ناقص الموجودة عندي اي هاي هذه بدها تساوي عندي هاي اي اللي عندي، وعندي اكس في كي وعندي كيو كي، فهذه بدها تكون ايش؟
خلينا نقول هنا عندي هاي اكس اوف كي اي ماينس جي سي في اكس اوف كي، كويس هاي واحدة، وهنا هاي ماينس اي ماينس جي سي في كيو اوف كي، ضل حاجة ما ضلش، هاي هادي اللي هدول. الآن خلينا بس نشوف لنا اللون لامع ونحط نلخص، هاي صار عندي اي اوف كي بلس واحد بتساوي اي ماينس جي سي في اي اوف كي، يعني هذه الان لما احط هذه اجمعهم بتصير عندي اكس ماينس كيو، يعني هذه لو بدي اجمعها بدها تساوي اي ماينس جي سي في اكس اوف كي ماينس كيو اوف كي اللي عملناها ها. كويس، الان هذه اللي هي هذه المفروض تبقى ستيبل واسمتاتك، اذا ستيبل واسمتاتك خلينا نقول يعني هذه الكاركترستيك تبعاته لازم جوز تو زيرو، يعني الكاركترستيك تبعاتها الزي اي ماينس خلينا نقول اي، هذه المفروض تبقى خلينا نقول زائد وزائد بس انا بطريقة او باخرى هذه. طيب في اشارة هنا خربطنا فيها، هذه ماينس سي، هذه بدها تكون ماينس ماينس، وهذه هذه الاصل زائد زائد في هنا الاشارة ماينس الأصل في مكان ما، في إشارة ماينس احنا ضيعناها. طيب الآن الزي اي هذه قلنا ماينس اي زائد الجي سي، هذه الديتيرمنت تبعتها بدها تساوي ايش؟ زيرو. الآن حتطلع عندي كاركترستيك كويجن، ايش الحاجة الوحيدة الموجودة فيها؟ السي معروفة والاي معروفة، هذه سكوير ماتريكس، هذه عندي مثلا الجي حتكون عندي على الشكل هذا، هاي جي واحد جي اثنين جي ثلاثة وهكذا لحد جي ايش ان. السي عندي سطر بغض النظر ايش هي، فلما اضربها هتعمل ماتريكس مربعة ان باي ان زي مين؟ زي الايه. الان الحاجة الوحيدة المجهولة مين عندي؟ الجيز الموجودة هاي، يعني الكاركترستيك كويجن طبعا طلعت عندي زي اي ماينس اي بلس جي في السي بدها تساوي زيرو، حتطلع عندي معادلة فيها لو كانت هذه على شكل نستد حتطلع على الشكل زي الشكل اللي شفناه قبل شوية في او هذه يعني حنشوفها بشكل قريب للي شفناه قبل شوية في حكاية الدايركت فور، نفس الاشكال تبعتها، لانه حتلاقي النستد عندي اول واحد عندي في السي بيساوي واحد والباقي ايش؟ زيرو، يعني حتلاحظ انه الجي عندي الجي سي هذه لما اضربها حتعطيني هنا جي واحد جي اثنين لحديت جي ان في العمود الاول، والباقي عندي ايش؟ اصفار لباقي العمود، فهذه
زائد الاي، فهذا حتعطيني اياها. يعني بعبارة تانية لما اجيبها حلاحظ ايش عندي، زي تو ذا ان بلس، هاي عندي جي ان بلس، خلينا نقول اي ان ماينس واحد، في هذه زي ان ماينس واحد بلس عندي هاي جي اتنين بلس اي واحد في الزي بلس هاي اللي عندي جي واحد بلس اي زيرو، هدول كلها بدها تساوي ايش؟ الزيرو. الان الديزايرد المواقع اللي بدي اجيبها هذه زي ما عملنا قبل شوية، بدي يكون عندي زي تو ذا ان بلس الفا ان ماينس واحد في زي ان ماينس واحد، زائد زي ما عملنا بدي يطلع عندي هنا زائد الفا واحد في زي زائد الفا الفا زيرو بدي يساوي زيرو، وبنعمل equating للكوفيشن، بتطلع عندي جي واحد وجي اتنين والجيز كلهيتهن بيطلع عندي ها. اذا طلع عن الجي ما انا بعرف ايش الاف بدها تساوي، اي ماينس الجي سي كويس، بقدر اجيب من هذه الاف. فعند الاف جبتها والجي جبتها ها، والاتش عندي اللي هي بتساوي بي جبتها، فانتهى عندي، انا صممت الكنترولر اللي عندي. الان في خطوة بسيطة بنعملها، زي بنستخدم اكرمان فورمولا زي ما استخدمناها قبل شوية، بس هعطيكم الملخص فيها. هاد لو بدي استخدم الاكرمان فورمولا، هاد الجي بدها تساوي الفا اللي عندي للاستيميتر اللي هي ديزايرد في الاي عندي، في الكيو او اللي هي الاوبزرفابيلتي ماتريكس انفيرس، في الايش في الزيرو زيرو زيرو واحد اللي عندي. طب كيو او عبارة عن ايش؟ اللي هي بتساوي السي في السي اي، نضل ماشيين للسي اي ان ماينس واحد، وبدي للسيستم يكون اوبزيرفابل، هادي بتساويش ايش، الديتيرمنت تبعتها بتساويش زيرو. طب الاوبزيرفابل تبعها هذا معناته ايش؟ هادي لو السيستم نوت اوبزيرفابل، فيش عند ستيت نو ستيت استيميتور، طيب ايش اللي شفناه اليوم في الشغل تبعنا؟ شفنا التالي، انه انا بقدر اجيب الجي ماتريكس اللي هي الجين تبعات الاوبزيرفر، بقدر اجيب الاف منه اللي هي الستيت تبعت الاوبزيرفر، وبقدر اجيب الاتش اللي هي عندي اللي قلنا هي اللي هي باعتبارها الكنترول ماتريكس تبعت الاوبزيرفر. فجبت الكنترول وجبت الجين وجبت الستيت ماتريكس تبعت الاوبزيرفر، فانا انتهى شغلي، بقدر ادخله واعمل سيميليشن للسيستم. هيك بنبقى خلصنا كل الموضوعات اللي بتهمكم في مادة الديجيتال كنترول، اتكلمنا على الستيت فيدباك، اتكلمنا على الاستيميتور ديزاين، اتكلمنا على الديزاين باستخدام البود بلات، اتكلمنا على الديزاين باستخدام الروت لوكس، اتكلمنا على الديزاين باستخدام الراوت هيرويتس، وتكلمنا على الديزاين باستخدام الجوري كرايتيريا. كل هدول ديزاين ميثودولوجي، من ضمنها مر علينا الليد لاج، ومر علينا البي اي دي، ومر علينا الديد بيت.
وهيك ان شاء الله بتبقوا جاهزين للامتحان النهائي، وان شاء الله بنلاقيكم وبنعطيكم فكرة لاحقا عن الامتحان النهائي. يعطيكم العافية.